الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سلام الله والرحمات تترى عليكم كلما هل الهلال، فأنتم ها هنا أرباب فكر ونحن معكم من العلم ننهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المدربة المعتمدة داليا بدير الزيني. أشكر وأوجه الشكر للدكتور السويفي لإتاحته الفرصة لهذا الكم من الفضلاء والأكفاء من المدربين وأنا من ضمنهم، وإتاحة الفرصة لنا لتقديم ومشاركة العلم الذي نحسبه عند الله زكاة لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم معكم المدربة داليا بدير إبراهيم الزيني، معلمة رياض أطفال، باحثة في التنمية البشرية للأطفال، دبلومة القيادة الاحترافية من كلية أكسفورد بلندن، أخصائي تدريب معتمد من المركز العالمي للتدريب والإبداع، مدرب معتمد من كلية أكسفورد بلندن، مدرب معتمد من المؤسسة الكندية العالمية، مدرب معتمد لدى مؤسسة الفقه العالمية للتنمية البشرية، مدرب معتمد لدى مركز تربية رواد الغد، مدرب معتمد لدى الأكاديمية العربية العالمية للتدريب والتطوير. اليوم أمسيتنا ستكون بعنوان طفلك من الذكاء إلى العبقرية. محاور اللقاء لهذا اليوم ستكون: أولاً سنقوم بتعريف الذكاء، أنواع الذكاءات، سمات تدل على ذكاء الطفل، دور المربي في تنمية ذكاء الطفل، والأهم والذي كلنا نسعى إليه، كيف تصنع العبقرية في طفلك. ثم سننتهي ليس آخراً ولكن سنقوم ببعض التوصيات معاً. قبل أن يحقق الإنسان أي هدف عليه أولاً أن يسأل نفسه هذا السؤال: لماذا؟ لماذا أريد تحقيق هذا الهدف قبل كيف سأحققه؟ فلنسأل أنفسنا الآن: لماذا تريد أن يلحق طفلك أو ابنك بركب العباقرة؟ وبعد الإجابة ننتقل لكيف. أريد منكم على الشات أن تذكروا لي لماذا تريد أن يلحق طفلك بهذا الركب. نتواصل مع أحبائي للتميز. أحسنتي أستاذة سعاد. لزيادة ثقته بنفسه. أحسنتي أستاذة سوسن. للتفوق. أحسنتي. ليكن له دور فعال، ليصبح قائد، لأنه الآن أسلوب الحياة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، رائعين رائعين رائعين. كلنا نتفق على نفس الهدف. أحسنتم. هدفنا هنا أحبائي هو صنع جيل قيادي وليس كاملة. نريد عباقرة في مختلف التخصصات: طبيباً مميزاً، إعلامياً لافتاً، فقيهاً مفوهاً، مهندساً مبدعاً، وهكذا. فأحبائي هيا بنا نبدأ معاً لقاءنا لهذا اليوم. بماذا؟ بالطفولة. لا شك أن الطفولة مرحلة غنية بالكثير من الأحلام المتفائلة والاكتشافات الرائعة، تحتاج لكثير من الصبر. هذه المرحلة تحتاج من الأبوين انتباهاً، فهذه المرحلة يتطور فيها الدماغ بسرعة كبيرة، ويؤثر الأسلوب في التربية في تنمية ذكاء الطفل. فالحقيقة أن أطفالنا جميعهم لديهم مزيج فريد من نقاط القوة والضعف. هذا المزيج السحري هو مادة خام بين يديك، فلا تضيعه عزيزي المربي. ولنا هنا وقفة سريعة. سأحكي لكم موقفا الآن. أريد يعني أكاد أكون متأكدة أن هناك بعض المربيين من يفعلون هذا. فهو موقف سنستمع إليه الآن. انتهت الأم من إعداد وجبة الفطور لطفلتها وأعطتها إياها لتلهيها، داعية الله ألا يصل الأكل إلى أبعد من شعرها وملابسها والطاولة الصغيرة. أمسكت الأم بهاتفها وأخذت تقلب سريعاً بلا هدف،
تاركة ابنتها لتتناول الطعام وحدها. رأت منشور لصديقتها وتحكي عن نشاط أعدته لابنها. ما شاء الله كم هي مجتهدة صديقتي، بل كم هي محظوظة بابنها. استطاع أن يجلس ليتم نشاطه دون أن يقذف ما بيده على الأرض أو يشده بأسنانه أو يقطعه. إنه عبقري. أدارت الصفحات وإذا بطفل يحفظ أسماء دول العالم، طفلة تستطيع القراءة، وأخرى وأخرى وأخرى. ثم انتبهت لصوت طفلتها معلنة انتهاء المعركة. تنهدت وأخذتها لتحممها سريعا ليبدأ يومهم. ترى يا أصدقائي، ما هذا اليوم؟ بدأت يومها بإجلاس طفلتها أمام التلفاز، أمام قناة كذا وكذا. ثم جلست هي على الهاتف، وهذه الصورة توضح بعض ما يحدث في بعض منازلنا. أريد منكم رأيا سريعا حول هذه الصورة، ما رأيكم؟ على الشات أصدقائي متابعة، ما رأيكم في تصرف الأم هذه؟ جل ما كانت تريد ألا يصل الأكل إلى الأرض، ثم التقطت هاتفها وتركت ابنتها للتلفاز. أحسنت، ما شاء الله، أبشع أنواع الإهمال. بناء طفل مشتت، أفعالها عكس أقوالها، الجلوس أمام التلفاز يؤثر على قدرات الطفل اللغوية، أحسنت، والعقلية. خطأ من الأم أنها تركتها بمفردها بدون إرشاد، أحسنت. أكبر الأخطاء، أحسنتم، كان المفروض أن تقوم هي بتعليمها. بارك الله فيك أستاذ محمد، عدم تحمل المسؤولية. نعم، هي تقول ما لا تفعل، بارك الله فيك. أحسنتم أصدقائي، أحسنتم، أحسنتم إخواني فعلا. لذلك، هل ترى صورة السهم هذه؟ هل ستستطيع الأم أن تحقق أي هدف تريد أن تصب إليه مع طفلتها؟ لا، أحسنت يا أستاذ محمد، أحسنت، بارك الله فيكم. الآن لدي هنا صورة، هذه الصورة ربما تظهر للبعض على أنها مجرد صورة بازل تركب لوجه إنسان أو رأس إنسان، ولكن هناك أبعاد أكبر لهذه الصورة. أريد استفسارات منكم أو تعليقات من النبغاء أو ما شاء الله الأفذاذ اللي معنا. كلمات بسيطة تعبر عن هذه الصورة: تحقيق الأهداف، تعزيز التفكير، بناء عقلية إنسانية ما شاء الله، تركيب شخصية الطفل من خلال المدخلات، ذهن فارغ لم يملؤه أي شيء، ممكن، أحسن، الإصرار، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا ترتيب الأفكار، الرؤية في بناء العقول، بناء المهارات، كل هذه أحسنتم، لخصت ما سيقال الآن. بناء على الدراسات قالوا أن حجم دماغه والثلثين ينموان بعد الولادة إلى 18 شهر. هل رأيتم؟ من منا كان يعرف أن الطفل دماغه يبدأ بالنمو بعد الولادة وليس يولد كامل النمو؟ وبناء العقلية بطريقة صحيحة، أحسنتم، والبناء يحتاج لجهد فعلا، أحسنتم، ما شاء الله، البناء يحتاج لدراسة، أحسنت. إذن هذا كله يربو إلى موضوعنا لهذا اليوم، ألا وهو الذكاء. هذه معضلة جميعنا يعاني منها. من هو الذكي؟ ما هو الذكاء أولا؟ أريد أن أعرف ما هو تعريف الذكاء. ما هو تعريف الذكاء؟ هيا معنا، هنا رابط سيضعه الأستاذ محمود على الشات لنتابع معا ما هو الذكاء. لتكتبوا لي في برنامج بادجت، تفضل أستاذ محمود بمشاركة الشات. موجود يا فندم، موجود في الشات.
ندخل على الرابط ونكتب تعريف كل شخص منا للذكاء. الرجاء الدخول على الرابط. تتوالى علي، أحسنتم. القدرات العقلية والذهنية والمنطقية، بارك الله فيكم، هي مهارة عقلية. القدرات العقلية من إبداع وتحليل. الذكاء بيكون ذكاء أفعالي للشخص، يحل أموره وانفعالاته بطريقة صحيحة. أحسنتم، هي مهارة عقلية تنمى بالتدريب، بارك الله فيك. نظرية الذكاءات المتعددة تسأل أنواع من الذكاء، أحسنت. القدرة على التكيف، أستاذ غادة، القدرة على التكيف والفهم والتحليل والتخطيط وحسن التصور. القدرة على إعمال العقل لحل المشكلات ومواجهتها، أحسنت. التصرف السريع في الوقت المناسب، بارك الله فيك. أحسنتم، بارك الله فيكم. على رأي أستاذ دكتور حسام، حولها ندندن، بارك الله فيك. نرجع مرة أخرى، الذكاء، ما هو الذكاء؟ طبقا لتعريف العلماء، فالذكاء هو سرعة في الفهم والبديهة، وهو نشاط فكري ومعرفي يقوم به العقل، وأيضا يكون للإنسان القدرة على التحليل والاستنتاج والاستنباط والربط. وأنا أميل بالكثير إلى التعريف الثاني، جزء من التعريف الأول والتعريف الثاني. الآن لدينا هنا الشخص الذكي، عندما أرى شخصا يقوم بحل المسائل الحسابية بسرعة نقول عليه ما شاء الله هذا ذكي فلتة. عندما أرى شخص علاماته كاملة، ما شاء الله هذا فلتة، هذا رائع. ولكن ما هي المقاييس التي أحكم عليها بأن هذا الشخص ذكي أم لا؟ لدينا هنا أيضا استبيان لنتعرف معا، ما المقياس الحقيقي للذكاء؟ هل هو التقدم الأكاديمي للطفل في مدرسته هو ما يحدد مستوى ذكائه؟ أم للأمر علاقة بالمعلومات وكمها التي يحصل عليها؟ أم المقياس الحقيقي للذكاء هو الذكاء المعرفي؟ ترى ما هو؟ هيا ندخل على الاستبيان الذي سيضعه أستاذ محمود الآن. ندخل على الاستبيان لنختار ما المقياس الحقيقي للذكاء ونشارك معا معلوماتنا. المقياس الحقيقي للذكاء، شكراً أستاذ محمود. التحدث بطلاقة، جميعها ولا يمكن أن تكون واحدة، بارك الله فيكم. أريد مشاركة على الرابط لنعرف النسبة المئوية لكل صنف، سيتوقف عليها أشياء كثيرة. المسائل الرياضية، أحسنتم، ما شاء الله الذكاء الاي كيو مكتسح 42.9 من 10، 40%. ما شاء الله سرعة البديهة، الذكاء صفة تكتسب ولا تتعلم. حب نوع الذكاء الذي يملكه، حسب نوع الذكاء الذي يملكه، ما شاء الله 45.8% أجمعوا أن الآي كيو أو الذكاء المعرفي هو من يحدد ذكاء الطفل أو ذكاء الشخص. 12% العاطفي، 11% علاقة بكم المعلومات التي يتحصل عليها، جميعها نسبة قليلة. الآن لنرجع مرة أخرى لنتعرف على ما هو مقياس الذكاء الذي نتحدث عنه.
مقياس الذكاء قبل أن أتكلم عنه يجب أن نعرف من هو هذا الشخص. من منكم يعرف هذا الشخص؟ بالتأكيد سمعنا عن نظرياته كثيراً وخاصة المعلمين. إنه الفيلسوف أو الكاتب الدكتور هاورد جاردنر. هذا عالم النفس الأمريكي من جامعة هارفارد، أستاذ الإدراك والتعليم، نظرية الذكاءات المتعددة. ذكاء للإنسان هو شيء واحد فقط، الاي كيو المعرفي، ليس كمية فقط المعلومات التي يكتسبها، ليس الذكاء العاطفي فقط، وليس أيضا الاي كيو أو الذكاء الكم الأكاديمي الذي يتحصل عليه الطفل أو النسبة المئوية الذي يأخذها. هاورد جاردنر استخلص أن الإنسان ليس له نمط واحد من الذكاء، وليس ولكن له ثمانية أنماط من الذكاءات. من منكم يستطيع على الشات أن يحدد لي بعض مفاهيم الذكاء التي يعرفها أو مسميات الذكاء التي يعرفها من الذكاءات المتعددة إذا سمعتم بهذا الأمر؟ الذكاء المعرفي، بارك الله فيكم، ذكاء لغوي، حسن دكتور أحمد، ذكاء بصري، منطقي، موسيقي، حسي، معرفي، ما شاء الله ما شاء الله. مثل ما قلت لكم في البداية، أنتم أرباب فكر ما شاء الله عليكم. الذكاء اجتماعي، حركي، حسي، بصري، وجداني، جسدي، بارك الله فيكم، أحسنتم أحسنتم ما شاء الله. حقا أنتم مجموعة مبدعون ما شاء الله. أولا أنواع الذكاءات، أولا ذكاء لغوي، ذكاء منطقي، ذكاء بصري، ذكاء اجتماعي، ذكاء إيقاعي، ذكاء بيئي، ذكاء شخصي، ذكاء جسدي. إذن هذه ثمانية أنواع من الذكاءات قالها لنا البروفيسور عالم النفس الأمريكي هاورد جاردنر. نظرية الذكاءات المتعددة ليست نظرية لتحديد إذا ما كان الطفل ذكياً أم لا، أو حتى تحديد نسبة ذكاء الطفل. لماذا؟ هل تعرفون لماذا؟ ظللت أسأل نفسي هذا السؤال. إذا ما كانت نظرية الذكاءات المتعددة لا تحدد نسبة الذكاء عند الطفل، فما الذي تحدده؟ ما الذي حددته أو ما الذي أعطتنا عليه هذا الكم من الضوء الذي كنا نغفله في الماضي؟ هي أن لكل طفل نوع من أنواع هذه الذكاءات ويتفوق فيها بشدة. كل طفل، يجب أن تعلم أيها المربي، المدرس، المعلم، كل طفل لديه نوع من أنواع هذه الذكاءات وتفوق فيها بشدة إذا قمنا برعايتها. شددت يعني، طبعا رب العالمين، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، رب العالمين أعطانا عقل، للأسف نحن لا نستخدم، تبعا للدراسات لا نستخدم من عقلنا إلا ماذا؟ من 2 إلى 5%، وبعد التدريب ونشد على نفسنا 10% فقط، 10% فقط. هل تدرون ما هو الشيء الذي يفوتنا الآن؟ دماغنا كاملة لم نستخدمها كاملة إلى الآن. هؤلاء العباقرة، هؤلاء لم يستخدموا جميع أو كل عقلهم. الكاتب أو الفيلسوف ألفين توفلر، من أهم علماء الاجتماع في التاريخ، هو مفكر أمريكي، هو من علم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد وميخائيل غورباتشوف والرئيس الهندي أبو بكر زين العابدين. ماذا قال؟ قال تبعا لنظرية الذكاءات، لن يكون الأمي في المستقبل هو من يجهل القراءة والكتابة. طول عمرنا نقول إن الجاهل هو من يجهل القراءة والكتابة،
ليس من يجهل القراءة والكتابة، ولكن من يجهل تحقيق واكتساب المعرفة والتعامل بها وإدارتها والاستنتاج منها. كيف سأفعل هذا كله؟ وإلا سأكون أمي. إذن يجب أن أبحث من الآن عن ما هي كينونة الذكاء عندي أو عند طفلي أو عند ابني، كي أنميها، كي يستطيع أن يواجه ما سنستطيع أن نواجهه في المستقبل. لذا لن تكون المسألة في التعليم مسألة حفظ للامتحان، ولكن كيف أستخلص المعرفة وأبني عليها. ألبرت أينشتاين قال التعليم مش تعليم الحقائق والمفاهيم، لا، هو تدريب الدماغ على أنه يفكر وأن يبني العقول. كيف أبني العقول؟ وهذا نحن ما بصدده الآن. نظرية الذكاءات، معرفة الذكاءات وسيلة وليست هدف كما قلنا، فلا قيمة لمنح درجة الذكاء، وإنما القيمة للقرارات التي تبنى عليها. إذن نتطرق الآن إلى المؤشرات لكل ذكاء منهم. أولاً، أنواع الذكاءات كما ذكرناها، منها الذكاء اللغوي، سأتطرق إليها سريعاً كي لا أطيل عليكم. الذكاءات جميعها تتكامل معاً بطريقة معقدة، وليس هناك نوع من الذكاءات يوجد منفرداً في الحياة. يعني ما يصير إن في واحد عنده ذكاء اجتماعي وفقط، لا، عنده جميع أنواع الذكاءات ولكن بنسب مختلفة، ولكن بنسب مختلفة. المؤشرات السلوكية التي تساعدنا في التعرف على هذه الذكاءات: الذكاء اللغوي، نجد أن الطفل له القدرة على الحفظ بسرعة وكثرة الحديث، الألعاب اللغوية، يلعب بالألفاظ، عنده رصيد لغوي، الشغف بقراءة الملصقات وقص الحكايات، وله علاقة وثيقة بالكتب. أما الذكاء المنطقي فعندما، كي أتعرف على هذا الذكاء، يجد المربي أو الأم أو الأب أن الطفل يجب الرغبة فيه في إبداء معرفة الأسباب، المسببات، لماذا؟ دائماً الطفل الذكي يطرق كلمة لماذا كثيراً. القيام بتصنيف الأشياء ووضعها في فئات لوحده، تعطيه بعض الأشياء تلاقيه صنفها. طبعاً في أمهات وآباء اللي هم اللي شفناهم مثل الأخت الله يهديها ويصلحها اللي سابت بنتها قدام التلفاز، نسألها: أنت قعدتي مع ابنك كنت حاطه له اللعبة، اشتريت له أغلى الألعاب وعطتها، ادته الألعاب وسابته ومشت، طب أنت ناقشتيه في الألعاب؟ شفتي هو عامل إيه في الألعاب؟ ممكن الطفل يبقى عنده الذكاء موجود بس محتاج ينميه. الطفل صنف الأشياء، لو أنا جيت ناقشت الطفل وسألته على أي أساس صنفت هذه الأشياء، على الأقل أنمي معاه الذكاء اللغوي، أنمي معاه اللغة، أشوف هل هو أي نوع من أنواع الذكاءات. وأيضاً هذا النوع من الذكاء لدى الأطفال يولد الرغبة في اكتشاف الأخطاء فيما يحيط به من الأشياء، نجده يكتشف الخطأ. ممكن إحنا نغفل عن الخطأ، ولكن هو من يستخلص الخطأ. أيضاً هناك الذكاء البصري. الذكاء البصري هو من اللي هم من اليوم الرسامين أو المبدعين، يستجيب للألوان بصفة كبيرة، يعني حتى لما يجي يرسم تلاقيه ينوع في الألوان، يصف الأشياء من خياله بألوان من خياله، يتميز بأحلام اليقظة أيضا، ولديه حس رائع في إدارة الجهات، إدراك الجهات أو اللي هي 3D زي الذكاء البيئي. يحب الكتب التي تحتوي على الصور، أو نقول عليه النمط البصري، أو كتير، يعني أفضل شيء عنده إن هو يوصف لك شيء بصورة دقيقة بالمعالم البسيطة اللي ممكن كلنا نغفل عنها. لا، ده كان لونه كذا، ده كان موجود ورا، ده كان موجود في الأمام. في هنا الذكاء الاجتماعي. الذكاء الاجتماعي يكون حساس لمشاعر الغير، يكون صداقات سريعة، ويميل إلى الإنجاز في جماعة، يعني يحب العمل الجماعي، ويطلب المساعدة من الغير عوضاً أنه يقوم بها بمفرده. الذكاء الإيقاعي، طبعاً كلنا عارفين الذكاء الإيقاعي، من بداية ما يدخل الطفل المطبخ ويقعد يطبق على الحلل، ما شاء الله، إحنا طبعاً نقول لا دماغي، سيبي
سيبيه طب يعمل على تخريج الأصوات أول شيء، لديه حس إيقاعات اللغة، يعني ممكن تديله أي شيء تلاقيه بينغمها وهو بيقولها، أو يحفظ الأشياء بنغمات ويحفظ الأناشيد بسرعة جدا. في هنا الذكاء البيئي أو الذكاء الفراغي، هو من يحفظ أو يقدر بسرعة يتعرف على مواقع يعني دخل مشى في مكان خلاص ما يحتاج إن هو يمشي في مكان تاني، هو خلاص عرف المكان إزاي وما تضطرش تشرح له مرة تانية، يعرف الأماكن كان فين وشاهدنا ماذا فيه وإحنا في هذا الطريق وهذا وهذا، عنده ذكاء فراغي بنقول عليه. في الذكاء الشخصي اللي هو ذكاء اللي هو يعرف كينونة نفسه، يفضل الأنشطة الفردية، يكون متشبث برأيه شوي، كثير ما يستغرقون في التأمل هؤلاء صاحب الذكاء الشخصي، ويعرف ماذا يريد من الحياة، يعرف ماذا يريد من الحياة. الذكاء الجسدي أيضا اللي هو اللي نقول عليه الذكاء الرياضي، اللي هو ما شاء الله عليهم اللي هم يكونوا حركيين، يعني لهم القدرة المتقدمة على الحركة اللي بيتميز بها الرياضيين، إتقان الألعاب الرياضية بمهارة وهكذا. هذا ما تعرفنا عليه الآن من الذكاءات المتعددة. بينما نحن نتعرف على هذه الذكاءات، وجب علينا أن ماذا؟ بعد أن تعرفت على هذا الذكاء، يجب أولاً أن نتعرف على هذه المخططات، نلقي نظرة لنحرك في أنفسنا بعض الثوابت التي يصعب علينا الاقتناع بها. هذه طبعاً دراسة أجريت في منظمة مينسا للذكاءات على بعض الأفراد التي قست لديهم الذكاءات عندهم. من يلاحظ معي هذا المخطط؟ ما هو أعلى مستوى ذكاء في هذا المخطط؟ من هو أعلى واحد؟ أعلى مخطط للذكاءات هنا في المخطط الذي أضعه على الشاشة. أحسنتم، الذكاء اللغوي، أحسنتم. هل تلاحظون شيئا آخر في بقية الذكاءات؟ هل تلاحظون شيئا آخر في بقية الذكاءات؟ هل لها نفس المنوال أو نفس الدرجة من الذكاء اللغوي؟ هل لها نفس الدرجة؟ هل هو عنده ذكاء لغوي مرتفع فهو في الذكاء المنطقي مرتفع، في جميع أنواع الذكاءات مرتفع؟ لا، أحسنتم، مختلفة، أحسنتم، جميعها مختلفة. لماذا؟ التنوع، التنوع صفة من التفرد. كل شخص ربنا خلقه متفرد بذاته، يجب علينا جميعا أن نعرف أن كل فرد فينا هو متفرد بذاته، ولكن ابحث في نفسك واسقلها. كلنا عبارة عن حجر ماس ولكن لم نزيح من عليه التراب إلى الآن. هنا أيضا ذكاء منطقي عالي، بقية الذكاءات متفاوتة. هنا ذكاء اجتماعي عالي، بقية الذكاءات متفاوتة. ده يفسر إن ليست العلامات هي ما يحدد ذكاء الفرد، ليست العلامات ما يحدد ذكاء الفرد. هيا نأخذ فاصل المنشط الآن. هناك وجهان في هذه الصورة غير وجه السيدة، عليكم أن تتعرفوا عليه أيها أصحاب الذكاء البصري. هيا بنا، حاول على العثور على هذا الوجهان في الصورة لنتعرف أين هما الوجهان. أحسنت يا أستاذ ناصر، أتعبت من بعدك فعلا بجانب المزهرية. أحسنتم، أحسنت يا أستاذة مريم، أحسنتم عند جوانب المزهرية، بارك الله فيكم، ما شاء الله كلكم أصحاب ذكاءات متقدمة جدا، بارك الله فيكم. الآن بعد أن عرفنا أنواع الذكاءات، كيف سمات تدل على الذكاء في الأطفال؟ إذا رأيتها أعرف أن طفلي ذكي، أبتدي أبحث في الداخل، طفلي ذكي، ذكي، ما هي نوعية الذكاء التي لدى طفلي؟
أولا ماذا لدي؟ الذاكرة الممتازة. الذاكرة الممتازة. ما معنى الذاكرة الممتازة؟ الذاكرة الممتازة يتمكن من تعلم المعلومات الجديدة والاحتفاظ بها بسهولة. يعني أنا قلت له مجرد سطر ما شاء الله وسبت السطر، دخلت أعمل أي شيء أو كنا مع بعض، لقيته بيعيد علي نفس السطر بنفس الكيفية، ودي هنشوفها بعدين اللي هي المحاكاة أو التقليد من صفات الأذكياء. ليه؟ لأنه مش عايش سنه، هو أنا أكبر من عمري، وده مش ذنبه، هو ربنا خلقه قدراته العقلية، وهو كمان أنت نميتيه فهو ما شاء الله الداكي. أيضا بعد الذاكرة القوية أو الممتازة لدينا ما يقلق الآباء، الفضول والاهتمام بالتفاصيل. كم من مربي وأم يزعجهم كثيرا الفضول والاهتمام بالتفاصيل؟ ابني كل شوي كل شوي، ما هذا؟ لماذا؟ لماذا؟ هو يريد المعرفة، هو يريد المعرفة. من منكم مر بهذا الفصل؟ كثرة الأسئلة والفضول. أحسنتم. الفضول والاهتمام بالتفاصيل أستاذ هناء، التركيز على الأمور الدقيقة والهامة. أحسنتم. أنا ما شاء الله، هذا الفضول الاهتمام، الطفل فيه بيحب يتعرف على كل ما يحيط به ويبدأ في إبداء الأسئلة. على فكرة الأسئلة من علامات الذكاء ويجب تنميتها. ساعد طفلك على أنه يسأل. كل إحنا كمعلمات أطفال دايما جميع ورشنا يقولنا إيه؟ علميه السؤال، علميه يسأل، علميه إزاي صيغة السؤال. لما يعرف صيغة السؤال هيبدأ عنده الفكر، هيبدأ يسأل نفسه أشياء ممكن وإنت مش موجودة معاه. مثلا كيف صنع الكرسي؟ كيف صنعت علبة المحارم؟ من صنع؟ كيف يصنع الكمبيوتر؟ كيف تظهر الشاشة؟ كيف كيف كيف؟ هذا كله يبني خلايا عصبية بمعرفات جديدة. أيضا الملاحظة وسرعة البديهة. الملاحظة وسرعة البديهة، فهو يمتلك ذاكرة قراءة تصويرية مثل ملاحظة تفاصيل صغيرة يغفل عنها البالغون. يعني زي ما قلنا من شوي إن هو يشوف أدق التفاصيل، ممكن يلاحظ أشياء أنا ممكن ما لاحظتها. هو كيف لاحظت؟ المهارات اللغوية والتطور اللغوي، هذه اللغة هي الأساس، سنتطرق إليها بعد ذلك. يا من تغفلون اللغة العربية، اللغة هي الأساس. التطور اللغوي يتميز بسرعة التطور اللغوي، فنجدهم أكثر قدرة على المناقشة واستخدام اللغة في الحوار، إنجاز الأعمال بشكل تام. الطفل الذكي أبداً لا يحب أن يترك عملاً وراءه، إذا أراد أن يعمل عملاً ينهيه. فهم لغة الجسد واستخدامها في التواصل. لغة الجسد، عندما أتحدث إلى طفلي وجدني مبتعضة أو غاضبة بسرعة يقول لك ماما أنت غضبانة، ماما أنت زعلانة، ماما أنت في شيء. فهم لغة الجسد، أن تعابير وجهك، قعدتك، بعد كده يبتدي هو يستخدمها في التواصل مع الآخرين. فشوفوا ما شاء الله، يعني هذه القدرة أفضل قدرة لنا، يعني لنريد أن نصل إليها جميعا، القدرة على التحليل وتقديم الاقتراحات البسيطة. تحليل الشيء يعني يحلل الأمور بطريقة منطقية. ليه؟ يفضل دايما هذا الطفل، هذا النوع من الذكاء أو الطفل الذكي، أنه ما يحبش الحاجات السهلة. حتى لو أعطيتيه شيء سهل يقول لك هذا سهل، ما مش مستوى، بمعنى ايه مش مستوى، وما يستهوي الشيء السهل، لكن ينخرط بشده في الاشياء الصعبه او المهام الصعبه التي تتطلب جهد عقلي وبدني. وايضا يحب ابداء الاراء. يعني انا من خلال خبرتي عندي في الروضه، ما شاء الله ما شاء الله، عندنا طلاب ما شاء الله
ساعات بقول للام الله الله يكرمك كملي، يعني كلمه كملي يعني ايه؟ ما تسيبيهوش. الطفل عنده اراء من هو صغير، الطفل يقدر يقول لي مثلا في الحوار معايا اديني اسماء حيوانات باللغه الفصحى ممكن هي مش موجوده او غير دارجه، او يديني اقتراح لشيء او مشكله انا بعرضها عليه. ممكن انا ما اتخيل ان طفل يديني أستاذة اقتراح. داليا، ايوه استاذ محمود، الوقت انتهى تقريبا. ان شاء الله الوقت ساعه مش كده؟ إلا طيب 10. ان شاء الله. كيف ننمي ذكاء الطفل؟ من هذه الصوره التي امامنا ماذا راينا او ماذا نلاحظ؟ ماذا نلاحظ هنا في هذه الصوره؟ متاهه، اين المتاهه؟ متاهة عقلية، يحاول يخرج من المتاهة، لعبة المتاهة في المخ، يحاول يطلع من متاهة التساؤلات. شكل عقل الطفل أو المشكلة، أنا الصورة عندي مو موجودة، لماذا؟ طيب، في دكتور اسمه جلين دومان. جلين دومان هذا الدكتور الفاضل ماذا فعل؟ أعطانا ملخص أو كلمة مأثورة: قد نجحنا في إبقاء أطفالنا معزولين بعناية عن التعلم في فترة من الحياة التي تكون الرغبة في التعلم لديهم في ذروتها. ما معنى هذا؟ يعني إحنا سبنا الفترة الذهبية في عمر الطفل دون أن نستغلها، وهي الفترات الأولى من حياته. نستدرج ذلك بماذا؟ ببعض النصائح لتلك الصوت في تقطيع يا فندم لو سمحت. كده واضح أستاذ محمود؟ كده واضح؟ حاليا واضح، والتقطيع يعتبر قل شوية إنما واضح أكثر من الأول. تفضل حضرتك. ما هي الوسائل التي ننمي بها ذكاء الطفل؟ أولاً اللغة والحديث. اللغة هي مشاركة في عملية التفكير، دعونا نتفق. اللغة في كتاب الإسلام التنويري حدث، يعني اطلعت على أشياء لم أكن يعني ولا نعرفها عن شيء مهم جداً جداً، وهو اللغة عند الطفل. اللغة عند الطفل هي من أساسيات الذكاء. الطفل لو ما تنمت لغته لن يكون عنده من أنواع الذكاء المختلفة. ليه؟ لأن الذكاء اللغوي هو المكمل لجميع أنواع الذكاءات. ليه؟ لأنه اللي بيعبر بها عن أي ذكاء عنده. فالذكاءات كما وردنا في كتاب الإسلام التنويري عن اللغة، أن الطفل العربي إلى سن المدرسة بيتكلم اللغة العامية، فعنده حصيلة لغوية من 3000 كلمة فقط. من 3000 كلمة فقط، بينما الطفل الغربي يدخل المدرسة وحصيلته اللغوية كان وعمره 3 سنين، خلي بالكم، 16000 كلمة. 16000 كلمة يا مسلمين، ونحن 3000. بسبب ماذا؟ اللغة. وما هي اللغة؟ اللي هي اللغة العامية. ليه؟ لأن مفردات اللغة العامية عندنا 3000 كلمة، وثنائية اللغة اللي هي المصيبة الأضل سوريان. ليه؟ لأن الطفل ما بعلمه لغتين مع بعض في نفس الوقت في وقت محدد، لا دي بتتنمى ولا دي بتتنمى، يصبح الطفل مشوه عقليا من ناحية اللغة، بياخد صعوبة في إدراك اللغة سواء هذه أو هذه إلى أن يحسمها المنزل، سواء يتكلم معاه بهذه أو بهذه. زمان كان عندنا الإنجليز لما جم والفرنسيين يحتلوا الوطن العربي، الطفل المسلم كان من 3 ل 6 سنين بيحفظ القرآن. القرآن فيه 50000 كلمة، تخيلوا معي، القرآن 50000 كلمة كمحصلة لغوية يا آباء.
الإنجليز عملوا مدارس لأولاد الأغنياء، حاولوا يلغوا حكاية القرآن من عند المصريين أو من عند الدول اللي احتلوها، ما قدروا بسبب حاجة واحدة بس اللي هي الكتاب، بسبب الكتاب. فلذلك نولي أخواتي وأخواني اهتماما كثيرا باللغة، نولي اهتماما كثيرا باللغة. في سؤال من الأستاذة أبرار، أيوة. بتقول ماذا يقومون به لتصل 16,000 كلمة؟ ماذا يقومون به؟ يتعلمون لغتهم، تخيل، يتعلمون لغتهم. ما رأيك أستاذة أبرار؟ يتعلمون الإجابة لغتهم غير فقط. متوقعة. نحن كفاية. لدينا في اللغة عندنا كلمة ثلج، باللغة الإنجليزية كم؟ مفردة واحدة snow. عندنا في اللغة العربية من يعدد لي كلمة ثلج باللغة العربية كم مفردة لها؟ هيا، كلمة ثلج فقط. يسلك صدورنا. برد، برد، أحسنتي، جليد، ثلج، برد. شفتوا كم كلمة لمجرد فقط تعبير واحد اللي هو ثلج، ما بالك ببقية الكلام أو بقية اللغة. اقرأ، اقرأ، نحن أمة أعزها الله بالإسلام وباللغة العربية. إذن اللغة والحديث، هنا نبدأ معا. في هنا سأبدأ في سؤال: متى يبدأ النمو اللغوي للأطفال؟ متى يبدأ النمو اللغوي للأطفال؟ قبل الولادة، في 5 سنوات الأولى، أحسنتم، وهو في بطن أمه في الولادة، يسمع لها بعد الولادة، أحسنتم، بارك الله فيكم. تبدأ النمو اللغوي منذ البداية، هذا المخطط، ما تريد أن تأخذ صورة له لتتابع ابنها أو طفلها. النمو اللغوي يبدأ منذ اليوم الأول، يبكي بطرق متنوعة، يدير رأسه مصدر الصوت، يبدأ في المناغاة، هذا كله يعتبر تطور للغة. أيضا لدينا هنا صورتان، ما رأيكم في هذان الصورتان؟ هذا هو نفس الأب مع أبنائه، ماذا يقول؟ أريد الهدوء، العبوا بعيدا. وهنا نفس الأب في نفس الموقف، هيا لنلعب سويا. ما هو؟ ما رأيكم في هاتان الصورتين؟ بماذا تشجع؟ أو ما هو الأسلوب أو الطريقة المثلى للتعامل في هذا الموقف؟ المشاركة، بارك الله فيكم، أحسنتم، أحسنتم. فعلا أستاذة جوبي، الطفل اللي يتكلم بابا وماما في عمر 6 شهور، ما شاء الله، هذا لديه ذكاء لغوي عالي ويصبح من القادة إن شاء الله. أحسنت، فعلا كلنا نقول المشاركة ونفعل العكس، أحسنتم. هذا ما نسميه لتنمية الذكاء في الأطفال، هي التواجد والتواصل. التواجد، ما معنى التواجد هنا؟ معنى تواجدي مع طفلي يعني فهم قلوبهم والتواصل والترابط معهم. التواصل لا يعني التحدث فقط، بل القيام بالأشياء معهم. أيضا كي نلامس قلوب أطفالنا ونفهمهم حقا، يجب أن نفعل ما هو أكثر من مجرد الوجود في نفس المكان، ولكن علينا التخطيط والاستفادة من تلك اللحظات. فهنا هذا الرجل
أو هذا الأب إذا قام باللعب مع ابنه، استخدم أشياء، عرفه عن مفاهيم، عرفه عن طرق تفكير، عرفه عن حل مشكلات، وهكذا وهكذا وهكذا. مجرد التواجد بمعنى التواجد فعلا أستاذة مريم، التواجد بمعنى التواجد. بارك الله فيك، لخصتي أو أوجزتي، أحسنتي أستاذة جوبي. وجوده جسديا ومعنويا، بارك الله فيك، رائعة. التواصل الوجداني، التواصل معه واللعب معه، أحسنتم. ما هذا؟ تحدي ذاكرة الطفل. أتحدى ذاكرة طفلي. المخ عندنا طبعا من إعجازات ربنا سبحانه وتعالى أن المخ معالج متوازي. يعني إيه معالج متوازي للمعلومات؟ يعني المخ بيعمل على الألوان والحركة والمشاعر والصوت والوزن والأبعاد ويجمع الأنماط ليشكل الإدراك، فهو دائم البحث عن محفزات ومنبهات، دائم البحث عن محفزات ومنبهات، فأنا أحفزه. يعني أطلب من طفلي بعد قراءة القصة أو مشاهدة فيلم أن يكرر ما فهمه، يديهوني، أتحدى الذاكرة عنده. المسابقات والألغاز، الألغاز بالقرآن ما أحلاها. يعني أقرأ قدامه آية وأسأله في هذه الآية مثلا كان فيها لون، هل كان فيها اسم، هل كان فيها كذا. طبعا هذه الأطفال الصغار أما يكبروا طبعا بنتغير بالأسئلة تبعا للمرحلة العمرية. أيضا عندي ماذا؟ استخدام الأرقام في السن الصغيرة كي أنمي الذكاء عند طفلي. أستخدم معه الحساب الكمي. بعض الأمهات والمربين يخطئوا في تعليم الطفل 1 2 3 بالفجر أو الشكل، يعني شكل مثلا زي 7، المهم أنه يكتب 7 9 2. لا، من الصغر كي أنمي ذكاء الطفل أعرف الحساب الكمي. يعني إيه الكمي؟ يعني 5 يعني 5، 5 تفاحات. لما يشوف الخمس تفاحات أقول له 5 تفاحات، 5 تفاحات. لما مثلا أقول له إيه مثلا يريد أن يأكل، العشاء سيكون جاهز في أقل من 5 دقائق، وأرفع له إيدي ب5 دقائق. هل تريد كعكة؟ الطفل يتخيل الكعكة، زي ما قلنا أن المخ معالج متوازي، هيستخدم عائلته كعكة، يا ترى شكلها إيه، يا ترى طعمها إيه، يا ترى ماذا تريد في الكعكة، وتريد عليها التفاح أم ماذا، يبتدي مخه يشتغل. أيضا لدي هذا الرقم، إذا نظرتم لديه الآن وأخفيت عنكم الرقم، هل تستطيع تذكره؟ من منكم يستطيع تذكر الرقم إذا أخفيت الشريحة؟ من منكم يستطيع تذكر الرقم اللي كان موجود على الشاشة؟ أحسنت يا أستاذة بريق الأمل، العدد والمدلول. فعلا المدلول هو الأهم في المرحلة الأولى من الطفل. من يستطيع تذكر الرقم؟ أحسنت يا أستاذة مريم، جبت شوي، بارك الله فيكم، أحسنتم أستاذة بريق، ما شاء الله. ثمانية أربعة ثلاثة، بارك الله فيكم. الغرض من هذا النشاط إن إحنا إن المخ بيتعامل بالأنماط أسهل في التذكر، تذكر المعلومات داخل نمط تصبح أكثر سهولة. يعني إذا حطيت الأرقام كل 3 مع بعض لوحدهم أقدر أحفظها بسهولة. دي قاعدة لكل الناس، إذا أردت أن أحفظ رقم بسهولة ضع 3 أنماط معا تقدر تحفظها بسهولة. أيضا هل نرى هذا الأب مع أطفاله ماذا يفعل؟ هل الأطفال مستمتعين؟ هل هو يجلس في جانب والأطفال في جانب مع أنه يقرأ بالفعل؟ لا، هذه المقولة تقول لا تقرأ لطفلك ولكن اقرأ معه، يشاركهم. بارك الله فيك أستاذة مريم، أحسنتي ما شاء الله. المشاركة في القراءة، لا أنا ضد جدا الطفل يصبح المتلقي، التفاعل، المشاركة، أحسنت يا أستاذة هناء، المشاركة، المشاركة في القراءة. ما معنى المشاركة في القراءة؟ ينظر إلى الصور في الكتاب، يتتبع الكلمات، يشير إلى ما على الصورة،
كل ده بتنمي عنده الانتباه إلى الكلمات والقراءة. سئل فولتير اللي هو الكاتب الفرنسي عن من سيقود الجنس البشري، فأجاب: الذين يعرفون كيف يقرؤون. هذا ما أريد منكم. كل أمهات سوري، وواحدة منهم أكيد مرينا بهذا التصرف أو بهذا الموقف. ابني مسك الحائط وعمل عليه بكسو، هنا الأم ماذا فعلت على اليمين؟ ماذا فعلت على اليمين؟ صراخ. بدأ الطفل يبكي، هل سيكررها مرة أخرى؟ هل سيرسم؟ إن فعلت فعلا هل سيرسم مرة أخرى؟ لا، زرعت الخوف. أحسنتي، زرعت الخوف من الرسم. الطفل وهو صغير بيبقى حر، وكل ما كان حر في التفكير كل ما كان نميت ذكاؤه أكتر، لأنها لم تعلمه الصح من الخطأ. لا، بيرسموا ثاني عادي. قتلت الإبداع، نمت عنده العند. ممكن فعلا زرعت السركي يعمل كل شيء، لا ما بتركه يعمل كل شيء، ولكن وفر له المصادر. لقيته رسم على الحيطة أو على الحائط أو على الطوفة زي ما بنقول، ماذا أفعل؟ أضع على الحائط ورقة بيضاء كبيرة وأتركه يعيش مع الحائط. الطفل في سنه الصغيرة ما يعرفش الممنوع، بس أنا بحط له مش قواعد أو حواجز، لا أنا بحط له إطار، إن أنا برسم على ورقة ما برسم على الحيطة. إحنا ما رأيك لو وضعنا ورقة، ولكن بحب وماذا؟ واحتضان. الحب والاحتضان من الأشياء التي تنمي الذكاء في طفلي. يترك الورقة ويرسم على الحائط الذي لا يوجد عليه ورقة. أعيد مرة ثانية، من أفضل أنواع تعديل السلوك هي الاستمرار. عشان أعدل سلوك أستمر، الاستمرار. هنا طبعا كلنا كل الاباء طبعا كل الاباء الجهه اليمنى اكيد ظلمتينا. لا والله كل اصل دي فطره في الاباء، فطره في الاباء، كل شيء هو عايزه انا بجيبه له، ما بالك من الجهه اليسرى. على قدر صعوبه الموقف، ولكن الاب لم يتدخل، ترك ابنه ماذا يعمل. الحماية الزائدة تمنعه من تعلم الأخطاء. أحسنتي أستاذة دعاء، أحسنتي، بارك الله فيك. والاعتماد على النفس هو ده أفضل الأنواع لتنمية الذكاء، الاعتماد على النفس. التحدي ما بيطيح صدقيني، ولا أكيد الأب مش هيسيبه يطيح. شفتي الأب واقف في مسافة آمنة بينه وبين الطفل، بس الطفل عرف إيه الحركة اللي بتخليه يقع فهيتجنبها المرة الجاية. إنما لو أنا خدته من البداية أن أنا اللي مسكاه، هو عرف واستند على أن أنا دايماً اللي واقفة وراه، خلاص قتلت عنده الإبداع، قتلت عنده المثابرة، قتلت عنده حاجات الاستقلالية. دي أهم شيء فعلاً أستاذة بريق، الاعتماد على الذات والاستقلالية. كم من كبير لن يستقل إلى الآن. إعطاء الطفل مجال للتجربة، أحسنتي أستاذة إيمان، أحسنتي. هذه النصيحة، ثق بطفلك ودعه يحل مشاكله بنفسه. خليك واثق من طفلك، اديله الإرشادات والنصائح، ثم بعد ذلك اتركه يتصرف. مرة في مرة بيتعلم من خلط من خطأه. ليه أطفال لو تاهت تقدر ترجع لأهلها؟ فإحنا في المهم مثلا ليه حافظ نمرة والده، عارف إزاي يتصرف؟ إنما في طفل تاني وممكن يكون كبير بس ما يعرف يعمل أي شيء. هنا هذه الصورة، هناك أطفال يلعبون بالمكعبات، تمارين رياضية، أنشطة لتنمية ذكاء طفلي. أمارس معه الأنشطة، أمارس معه الأنشطة. شجع ابنك على تمارين، على التمارين الرياضية اللي تجعله قوي، ليس فقط أن يجعله قوي أو ذكي، لا، التمرين بيزيد تدفق الدم إلى الدماغ، وأيضا المكعبات تعتبر من الأنشطة. هذه بتنمي عند الطفل
ابعاد ان الطفل مثلا ممكن يطلع ويقع ويطيح من فوق، لا ليه؟ لان لسه ما عندوش الابعاد مظبوطه. فالطفل لما بيلعب بالالعاب التركيبيه بيعرف الابعاد. الطفل لما بيصنع شيء بايده تعتبر نشاط، ده بينمي عنده الذكاء، بينمي عنده الذكاء باشياء كتير. النشاط الرياضي طبعا ده ما شاء الله ما في عليه كلام. في شيء طبعا كلنا ما نعرف ان هو من عوامل الذكاء عند الاطفال، هو ماذا؟ النوم الجيد. النوم الجيد طبعا كلنا فاكرين ان النوم لا انت كده بليد انت كده، لا بالعكس. الطفل اوضح العلماء ان خسارة ساعة واحدة من النوم تعادل سنوات من النضج المعرفي والتنمية. في علاقة وثيقة بين الدرجات ومتوسط كمية النوم. باقي 5 دقائق استاذتنا. ان شاء الله. مين يعرف هذا؟ من هذا اللي في الصورة؟ من هذا الموجود بالصورة؟ من الأكل الصحي؟ أحسنتي أحسنتي، نيوتن. قربتي. ها، إنه أحسنتي، توماس إديسون. توماس إديسون، ماذا قال توماس إديسون؟ توماس إديسون كتب في مذكراته: إديسون كان طفلا غبيا، ولكن بفضل والدته تحول لعبقري. تحول لماذا؟ لعبقري. هناك ومضة أريد أن أضعها في عقل كل أم وكل مربي: ثق بطفلك ولا تتحدث بسلبية عنه أمام أي شخص. فكثيرا ما كانت تأتينا أمهات تخبرنا عن إن ابني بطيء التعلم، مع حركات بوجهها توحي إنه أغبى شخص في الكون، والطفل يبدأ بتصديق أو بافتعال ما تقوله الأم، يجلس في الآخر لا يريد المشاركة، لا يعرف يعمل أي شيء، وتيجي تسأله لماذا؟ لا أعرف، ما أعرف، أنا غبي للأسف. وكان الطفل 9 سنوات، 9 سنوات من التكسير النفسي للطفل. فيجب علينا أمهاتنا ومربينا الفاضل الفضليات أو الأفاضل أن نؤمن بأطفالنا. كيف تصنع العبقرية؟ هذه مغزى ورشتي لهذا اليوم. العبقرية كي نتعرف عليها، ليس كل قلنا مش كل الناس تقدر توصل لناحية العبقرية، ولكن بإيدي إن أنا أقدر أنمي المقدرات اللي عندي إن أنا أوصل للعبقرية. العبقرية اللي نريدها يا أصدقائي أو يا أخواني هي عبقرية رجال ونساء وكبار وصغار، عبقرية بحاجة إليها أمتنا، إنجاز واعد فيها وفاء وفهم وقيم وسلوك وتعب وعرق وجهد وإنجاز. شفت كل ده تولد منه العبقرية. بعضكم هيسأل يعني راحت علينا احنا الكبار؟ لا طبعا، ما زال متسع من الوقت وما زالت الصناعة موجودة، والعبقرية تصنع لأن الله أعطانا كل القدرات. الفرق هو من يشغلها ويشعلها ومن يحرك هذه العبقرية. ولنتذكر كلام الله سبحانه وتعالى: ولتصنع على عيني. تخيل صناعة وإعداد وتجهيز من قبل رب الأرباب، ماذا سنكون؟ الحمد لله على كل نعمه. كي أصنع العبقري يجب علي الثقة بالنفس. أعلم طفلي إزاي يثق بنفسه، استغلال الطاقات. أحسنتي أستاذة دعاء. القراءة، شفتوا تاني بقول القراءة، القراءة صانعة الأجيال. تنمية مهارات الإلقاء والتحدث الفعال عندما يتعلم طفل اللغة، واللغة تأتي من كل هذا. اللغة هي مفتاح العبقرية. اللغة، نمي مهارات الإلقاء. يغلط عادي عدله وخليه تاني. من أول مرة يغلط اقعد انت ما انتش عارف تقول حاجة، لا خليه يكمل. مرة في مرة هيتعلم الجرأة، والجرأة هي اللي بتخليه يبحث، والبحث يخليه تحليل وتركيب وتقويم، بتوصلنا للتحليل والاستنتاج اللي هي مهارات
بداية العبقرية ثم التفكير الإبداعي، نوصل بقى للعباقرة التفكير الإبداعي. خلوا هذه الشريحة خذوها كابتشا واحفظوها عندكم، كيف تصنع العبقرية في طفلك، كيف تصنع العبقرية في طفلك. ثق بالنفس، ثق بطفلك وعلمه الثقة بنفسه مهما كان. نصل إلى التوصيات. التوصيات طبعاً هي الورشة كان خاطري تكون أكتر من كده، لأن كل جزء منها كان محتاج ورشة لوحده. وإحنا كأمهات وآباء ومربيين نريد هذا بشدة. كلما كان الطفل أصغر طبعاً كان أفضل للبدء، يعني كل ما بدينا مرحلة صغيرة كل ما كان أفضل لتنمية الذكاء والعبقرية عند الطفل. لما أكون قاعد مع طفلي أو جالس معاه أكون مبتهجاً طوال الوقت، أحترم وأثق بطفلي. علم فقط عندما تكون أنت وطفلك سعداء. ثبت أن السعادة في التعلم أو أثناء التعلم تعطي ثمار والأفضل. نهيئ بيئة تعليمية جيدة. توقف قبل أن يرغب الطفل في التوقف، يعني الملل. حاول تكون متجدد، تكوني تتعلمي بكذا طريقة عندما أكون مع طفلي. أحرص على الحصول على مواد جديدة باستمرار، يعني أبحث على النت، أبحث عن كل شيء جديد، النظريات، الأساليب التربوية الجديدة. أكون منظماً ما أختبر طفلي وأنا بعلمه. ليه؟ لأن أنا هو مش في امتحان، هو لسه بيكتسب معرفة ومهارة، ما أختبره الحين. جهز أدواتك بعناية وكن متقدم. وأتذكر هذه القاعدة، لو لم تكن تحظى بوقت رائع أنت وطفلك فيجب أن تتوقف في الحال، فأنت تفعل شيء خاطئ أو شيء خطأ. إذا تعرفنا اليوم أصدقائي وأحبابي عن طفلي من الذكاء إلى العبقرية، الذكاء وأنواع الذكاءات الثمانية، سمات تدل على الذكاء، كيف أنمي ذكاء طفلي، والومضة التي أثرتها، وكيف نصنع العبقرية في طفلي، والتوصيات التي خلصنا إليها. وهذا فيديو يبين أن ليس هناك مستحيل مع العقل البشري. للدكتور جلين دومان لتعليم الأطفال، إن شاء الله سأعمل عنها ورشة أخرى، كيفية تعليم الأطفال منذ الولادة القراءة، لتصل أن الطفل في عمر السنتين يقرأ، هي دليل موثق. أسرتي، بابا، هدى، جدي، أخي، عمتي، بابا، ماما تبي أيا إتنين سربا رعاء. ماذا؟ سيليا، سيليا زياد أمية عمار صفاء صفية صفية هفر صفاء ريم زلفي تقيا. أين أشتري؟ أشتري 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 أشتري. أين هي دمية؟ أحسنتي. أين التفاح؟ واحدة. أين التفاح؟ الموز. الموز، أحسنتي. سأترك لكم الرابط على الفيسبوك إن شاء الله لمن أراد عليكم. هذا نموذج تطبيق استراتيجية الدكتور جلين دومان في تعليم الأطفال القراءة منذ الصغر. طبعا هذه الطفلة قامت الأم بتعليمها من وهي منذ الولادة بأسلوب معين، سأشرحه في الدورة القادمة إن شاء الله.
كيف نعلم أطفالنا القراءة منذ نعومة أظافرهم لنصل إلى هذا المستوى وأفضل. وهذا ما قدمناه لكم اليوم، عرضنا عملنا بين يديكم، به جمعنا ود أخوة لكم أيها الآباء والأخوة والأمهات والمعلمات الذين يحلمون بجيل جديد، صانع للنهضة، حامل لمجد الأمة، مستعيد لأطفالنا فلذات أكبادنا وملائكة تمشي على الأرض. شكرا لكم لحسن استماعكم.